اكو طرقاعه سوداء طاحت على روسنا، لو الجسر طايح على راسنا هم اشرف، باكر عقبه راح يبدا الرياء ويبدا 20 عجل و30 عجل لا با عبد الله، بري من عندنا با عبد الله، منا اليوم الدين، لو مسلمين احنا ماكو ايش طرقاعه وهيك مشكله. عمي عد اليهود ما صايره، اليهود تدرون شو يسوون؟ ياخذون العائله يودونهم للحجز الصحي، يشوفون شنو بيهم ما بيهم، يعالجونهم وبعدين يعطونهم لجوء رحمه. اليوم رساله قويه توجه للعالم اجمع ان اسرائيل هي الفساد الأكبر. نستنكر ما يقوم به الصهاينة من ظلم في أنحاء العالم لكي يشغلوا الأمة الإسلامية عن قضيتها الأم وهي قضية احتلال فلسطين والقدس المحتلة.